عندنا كلنا في مافيا كبيره، لا كبيره، ولو احنا ما واجهناش نفسنا بالكلام ده هندفع ثمن غالي قوي. المشكله ان عمرو مصطفى قدم حاجه كان ناس ثانيه عايزه تقدمها قبليه بس، وكل اللي بيحصل ده وكل ما عارفوش يعملوا زيها تاني. يعني انا عملتها وغنيتها مي فاروق وطلعت حفلات بيها في كل الوطن العربي، والناس طلبوها منها والجمهور طلبها منها والفيديوهات موجوده على النت. اغنيه افتكر لك ايه، انا خليت مي فاروق غنيتها. النهارده انا قعدت مع ورثه السيد عبد الحليم محمد شعبانه، وخدنا موافقه ان احنا هنعمل اغنيه بصوت عبد الحليم، اغنيه وطنيه. صوت عبد الحليم مرتبط بمصر بالوطنيه، نقدر ان احنا نعمل اغنيه وطنيه نرجع تاني بيها الشغف وصوت عبد الحليم اللي موجود. احنا نقدر نبتكر الذكاء الاصطناعي، انت بتدمج الابتكار مع الوسيله اللي حضرتك اتقدمت لك. النهارده انا ما كنتش عايز اعمل ام كلثوم، انا حبيت اقول للناس بس ان احنا نقدر نطلع الحان زي الزمن الجميل.